دكتور عبد القادر حيدرة، مرحبا بك. اهلا وسهلا. حينما يذكر هذا الاسم عبد القادر حيدرة الا وتحتفظ ذاكرتنا بانك انقذت المخطوطات شمال مالي في اعوام 2012-2013، هذه المخطوطات التي كانت ستتعرض للاعتداءات الارهابيه في شمال مالي. لو تعود بنا للذاكره لقصه ما حدث. 2012 كانت هناك مشكله كبيره في مالي، وهناك نصف مالي يعني خرج عن سيطرة الحكومة، ونحن في هذا الجهة الشمالية تنبكتو، وتعرف أن تنبكتو معروفة بمكتباتها الكثيرة والمخطوطات الكثيرة في المكتبات الخاصة والعامة. إذن أنا كنت ممن يعمل في هذا المجال منذ أن كنت صغيرا، منذ أن كان عندي 17 سنة. كانت لديكم مكتبة متوارثة. إذن وعندنا مكتبة حتى نحن في عائلتنا، ولكن أنا عملت في هذا المجال وساعدت الناس مع المنظمة اللي عندنا والممولين، وبنينا المكتبات، وكان الأشياء يعني تمشي على ما يرام، حتى بدأنا نصنع الورق لترميم المخطوطات. قبل الوصول إلى عملية الترميم، يعني لا، حجم المخطوطات أنا آتي. هذا قبل الأحداث. قلت لك كان الأمور يعني على ما يرام، لابد أن نشرح شوية. إذن كنا في حالة جيدة ومزدهرة، ويأتوننا الناس الباحثين وطلاب العلم ويعملون في هذا، إلى أن جاءتنا هذه الطمة وتغيرت الدنيا وتغير كل شيء. إذن نحن مكثنا أسبوعا في البيوت لا نخرج، وبعد ذلك بدأنا نخرج، رأينا الفوضى. أنا عندما رأيت الفوضى قلت للمتعاملين معي لابد أن نعمل شيئا للمخطوطات، لأن هذه الأوراق الإدارية اللي نراها في الشوارع، المخطوطات أيضا أوراق بالضبط لكي لا يعتدي عليها الناس. إذا بدأنا نخرج هذه المخطوطات من المكتبات، واشترينا الكثير من الصناديق نجعلها نخرجها من المكتبات إلى البيوت، وهكذا فعلنا من خلال شهر حتى أخرجناها من المكتبات المبنية الكبيرة. وبعد ذلك رأينا أن هذا لا ينتهي، نحن جننا أن هذا يعني لأسابيع أو شهر ينتهي، ورأينا أن هذا الفوضى لا تنتهي. إذن لابد أن نجد يعني الحيلة لاستخراج هذه المخطوطات من هذا الظروف، لأننا نرى أن المشكلة ستأتي. هؤلاء أخذوا هذا المكان واحتفظوا به، وهناك الجهة الثانية لا تقبل، ونعرف أن سيكون هناك انصدام يعني حرب. إذن كيف نعمل لاستخراج هذه المخطوطات؟ وأنا بدأت أتصل بأصدقائي الذين كانوا ساعدوننا من قبل. دكتور يعني حيدرة، يعني ما أهمية هذه المخطوطات بالنسبة لنا في المنطقة العربية، وحتى هناك اهتمام عالمي بهذه المخطوطات؟ يعني ما الذي تحتويه؟ حقيقة هذه المخطوطات نحن نعتبرها تاريخنا ونعتبرها تراثنا، وهي حقيقة كذلك، والعالم يعتبرها كلها تراث العالمي. وعندما كانت المشاكل، الناس الكثير من الناس المحبين للتراث ساعدوننا في إنقاذها ونقلها إلى مكان أماكن بعيدة عن الحروب وهكذا. ما سر الاهتمام الأجنبي بالمخطوطات؟ نفهم أن المنطقة العربية قد تهتم بهذه المخطوطات لأن فيها هويتها، فيها يعني تاريخها، لكن ما سر الاهتمام الغربي بمثل هذه المخطوطات؟ الاهتمام الغربي كما فهمت اهتمام للثقافة العالمية هكذا فقط، بما أن هذا هم يعرفون أن هذا التراث عالمي وساعدوننا في إنقاذه. إذن المخطوطات الآن هي دخلت في باماكو في العاصمة،
وهذه المخطوطات جعلناها في الصناديق ومكدسة وأخذناه من فترة طويلة حتى وصلت، وبعد أن بدأت الأمور تستقر شيئا ما رأينا أن البيئة في عاصمة بوماكو تختلف عن بيئة تمبكتو في الشمال، لأن هناك فيه رطوبة، وأخذنا الموظفين يقومون بتنظيفها وترتيبها وأرشفتها وصناعة العلب للحفاظ في هذه المخطوطات. عرفت بأن لديكم مشروع لرقمنة هذه المخطوطات، إلى أين وصلتم فيه؟ منذ 2014 بدأنا في رقمنة هذه المخطوطات مع ميزيوم هيل ميزيوم من جامعة مينيسوتا في الولايات المتحدة. وجدنا في الشهر الماضي 320 ألف مخطوطة صورت، وأعطتنا 4,500,000 صورة، وهي كلها موجودة في بوماكو. من خلال تجربتكم في الحرب ومحاولة بشكل أو بآخر أن تحافظوا على هذا الإرث التاريخي، ونحن نعيش في عالم متقلب، هناك الكثير من الحروب، ما هي الرسالة التي توجهها لمختلف المؤسسات الثقافية والهيئات المشرفة على هذا؟ اليوم قلنا أن المخطوطات صارت يعني في حفظ وصيانة شيئا ما، ونريد من المهتمين والغيوريين عن الثقافة الإسلامية والعربية أن يساعدوننا حتى نبدأ في تحقيق هذه المخطوطات وترجمة هذه المخطوطات ونشر هذه المخطوطات لنستفيد من هذه المخطوطات ويستفيد منها العالم، لأن فيها أشياء ممكن أن تفيد في المشاكل التي في العالم اليوم. شكرا جزيلا لك دكتور عبد القادر حيدر، شكرا.